تفضلي. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، السيدات والسادة الحضور، مساء الخير وأهلا بكم في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم. يشرفني إدارة هذه الجلسة التي تجمع السيد الرئيس مع كوكبة من الزميلات والزملاء الصحفيين والإعلاميين من جنسيات متعددة، أيضا كوكبة من شباب العالم أمل المستقبل. فخامة الرئيس، بعد انقطاع بسبب الوباء الذي ضرب العالم، ما أحوجنا إلى التواصل، وأولى وأهم وسائل التواصل هي الحوار والذي تكرمت سيادتك بإبقاء قنواته مفتوحة. من هنا تأتي أهمية هذه الجلسة لفتح حوار مع زعيم يعد من أهم الشخصيات على الساحة الدولية ولما أحدثه من تغيير وتطوير في شتى المجالات المصرية. سيادة الرئيس، أحب أسأل حضرتك في البداية إذا كنت حضرتك تحب توجه كلمة قبل أن نستقبل الأسئلة ونبدأ الحوار مع سعادتك. أولاً برحب بكم، أهلاً وسهلاً، وسعيد بلقائكم في هذا يعني في المنتدى، منتدى شباب العالم. الحقيقة بقى منصة مهمة وجيدة جداً في النقاش وتناول الموضوعات اللي بتمس العالم كلها، وزي ما انتوا شفتوا كده هي كانت فرصة وبتبقى فرصة ان احنا دايما نتكلم مع بعضنا ونسمع بعض ونشوف الاراء المختلفه. وهنا عايز اقول نقطه بس مهمه، مفيش حد له يعني الكلمه العليا في اي موضوع. اذا كنا بنؤمن بحوار حقيقي، اذا كنا بنؤمن يعني عندنا يعني رقي فكري حقيقي، ما حدش يتصور ان هو عنده رؤية، الرؤية دي العالم يمشي عليها. حدش يفكر كده. ده بالضبط المنهج اللي الجامعات الدينية المتطرفة عايزاه. مدام يعني انت اللي اديتيني الفرصة بقى ان انا اتكلم، هكلمكم عن حرية التعبير. طيب، انا مؤمن بحرية التعبير، ويمكن خلال السنين اللي فاتت انتوا شفتم قد ايه احنا بنتكلم مع بعض كتير، واتصور ان اتصور ان يعني حجم التواصل اللي انا كنت حريص على ان انا يعني احققه مع المصريين كان ضخم. حجم التواصل في كل مناسبه بنتكلم على الموضوعات بمنتهى الشفافيه. بس كنت دايما اقول ايه، انا مستعد اسمع راي الاخر ويعبر عن رايه، بس بشرط. والشرط ده مش عيب ان اقوله. ليه؟ لو انت النهارده عندك اعتقاد خاطئ لنفسك، انا مش ما اقدرش احاسبك عليه. لو انت عندك اعتقاد خاطئ متطرف حتى، ما اقدرش احاسبك عليه. انا بتكلم ان الاعتقاد ده هيبقى خطر عندما يتم اعلامه للناس. اديكم مثال، حد قال من حريه الراي لازم توفر وظيفه لكل انسان في مصر. الكلام منطقي، واي حد في اي دوله في العالم يسمعه يقول اه طبعا، امال الدوله بتعمل ايه؟ اقول له هو انت تعرف ان احنا سوق العمل في مصر بيزيد كل سنه او بينزل فيه كل سنه ما يقرب من 800,000 مليون انسان. لما تطلب مني وتتكلم على ان الدوله مقصره في حق شعبها وان هي ما بتوفرش فرص عمل، لدرجه ان النهارده في بطاله في مصر، يبقى الحقيقه هنا يعني منقوصه. لانك انت كمل الكلام بقى قول ايوه، الدولة لابد انها توفر فرص عمل من 800 ألف المليون كل سنة. وهنا بقى السؤال، مين دولة في العالم حتى في العالم المتقدم يستطيع ان يوفر فرصة عمل زي كده؟ حد تاني يقول لي نسب الفقر اللي موجودة في مصر نسب عالية، صحيح، بس تعالى اتكلم كمان وقول لي، لما تعرف ان هنا الدولة دي فيها 100 مليون والموارد اللي موجودة فيها موارد محدودة، كيف تستطيع الدولة بكل ما أوتيت من قوة إنها تعظم موارد تتيح لها إن هي تخلي معدل دخل الفرد معدل دخل جيد؟ ده أنا اللي بقول وأنا مسؤول عن الناس. أو إحنا، وبالمناسبة لو أنتم شفتوا كل النقاشات اللي اتعملت حتى اثناء الترشح،
كان ده الموضوعات اللي كنت بتكلم فيها، بقول ان احنا عندنا تحديات كبيره قوي. اوعوا تفتكروا ان في رئيس او حكومه تستطيع ان هي تتعامل معها بمفردها. ويمكن التعامل مع تحدياتنا للشعب المصري كله، لانه تحدي ضخم. والقضايا اللي موجوده قضايا كثيره جدا. ممكن حد تاني يطلع برضه تاني في حريه التعبير اهو، يقول لي المستشفيات بتاعتكم ما بتأديش خدمه طبيه جيده. صحيح؟ صحيح؟ طب وتقدر تقول لي ازاي دوله زي مصر كل موازنتها، كل موازنتها المتاحه تساوي 10% من الاموال المطلوبه لتشغيل واداره الدوله المصريه؟ ازاي؟ انت عايز تريليون دولار، طب ما فيش تريليون دولار. المئة مليون كده لو انت عايز تعمل انفاق مناسب لشعبك او لدوله زي مصر، انت عايز تريليون دولار. وزير ماليه موجود يرد عليا يقول لي الكلام ده موضوعي ولا لا؟ طب مش كده وبس، هاتوا كل دوله عدد سكانها قريب من عددنا، بنقول ان هي بتعمل انفاق مناسب، هتجد انه على الاقل بتنفق التريليون دولار اللي بتكلم عليهم دول. لما تيجي تقارن الدوله مثلا زي اي دوله اوروبيه غنيه عندها ثبات في النمو الديموغرافي بتاعها لمده 40 50 سنه، يعني ايه؟ يعني الامثله هنا مش هتبقى مؤلمه لحد. يعني لما اقول دوله زي المانيا، لما اقول دوله زي فرنسا، ان عدد سكانها ما زادش على مدى ال 30 ل 40 سنه اللي فاتوا، هو كان محتاج بقى يعزز من النظام الصحي اللي عنده، النظام التعليمي اللي عنده، ولا يطوره؟ لو عايز يطوره يحسن فيه. ليه؟ هو امتلك بنيه صحيه جيده تستطيع انها تقدم خدمه طبيه جيده جدا. كل المطلوب منه بقى ان هو يعزز ويطور هذه الخدمه حتى تعطي مزيد من الرفاهيه لشعبها. الدخل في الدوله والقدره الاقتصاديه والماليه هائله، في حين ان القدره الاقتصاديه في مصر، كملوا المقارنه. عايز تقارن بيني وبينك؟ انا قابل قارن بيني وبينك، بس كمل المقارنه. هو انا دخلي زيك؟ هو انا مستوى تعليمي زيك؟ لا. هو انا التحديات اللي عندي زيك؟ لا. فلما تطلب مني، اطلب مني مع مراعاه ظروفي. بالمناسبه هو هتكلم على السياحه كعنصر اخر محتاج الاستقرار. يا ترى في دوله زي فرنسا او اسبانيا او حتى امريكا او انجلترا عدد السياح اللي موجودين فيها قد ايه؟ تلقوا كم ضربه في تاريخ الخمسين سنة اللي فاتوا؟ وده كان ليه تأثير على يعني التوجه أو حجم السياحة اللي موجودة في بلادهم ولا لا؟ إذن هو دخل مستقر، والدخل ده لما استقر عمل صناعة متقدمة في السياحة في بلادهم، في البلاد اللي أنا ذكرتها على سبيل المثال. عندي أنا تلقيت تقريباً كل من 7 ل10 سنة أتلقى ضربة. تقوم توقف لي الصناعة ديت وتخليها تتراجع، وبالكتير تاخد يعني قوة دفع بعد 5 6 سنين من الضربة وتبتدي تتحرك. بعد 7 8 سنين كمان تروح متلقية ضربة تاني. تلقى ضربة تاني تروح متوقفة تاني. طب وإن الصناعة ديت الناس اللي شغالين فيها والناس اللي عايشة عليها تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ اذا كان في يوم من الايام، يعني على سبيل المثال في احداث 2011 لما كان في طلب للتغيير في مصر، كان السياحة ساعتها 14 مليار تقريبا دولار. لما حصلت الاحداث ديت توقفت كل شيء في مصر. طب هل الناس توقفت عن الاكل والشرب والحياه؟ لا. طب الدوله تعمل ايه؟ طب ما ده تردي يؤدي الى مزيد من التردي. وانا اسف اقول لكم
وخراب يؤدي إلى مزيد من الخراب. إذن الدولة دي تفضل بقى 50 سنة تفضل تعيش دورات من الضياع، دورات من إيه؟ من الضياع، وعمرها ما تطلع قدام، عمرها ما تطلع قدام. أنتوا في 7 سنين بتقولوا إيه اللي أنتوا عملتوه في بلدكم مصر ده؟ ده نتاج الاستقرار والأمن والأمان. نتاج إيه؟ الاستقرار والأمن والأمان. المواطن في مصر، 100 مليون اللي بتكلم عليهم دول عايزين يعيشوا. وده وأنا بقول الكلام ده عشان هيبقى في أسئلة كتير في المسائل اللي زي كده، وأنا برحب بيها، بس بقول مستعد تديني أموال أنفق بيها على الناس في مصر وهم بيتظاهروا؟ عندك استعداد تبعت لي كل سنة 20-30 مليار دولار أصرفهم والناس تقف في الشارع؟ أنا بتكلم بجد. هاتوا لي 50 مش 20 بقى مليار دولار كل سنة وأنا هطلب من المصريين يقفوا في الشارع. أنا صحيح بتكلم بجد. إذا كان ده هيحسسكم إن في حرية تعبير حقيقية، أنا مستعد أعملها بالطريقة دي اللي هي اللي أنتم بتقدروها كمتابعين وكمراقبين وكمنظرين. بس قول لي اديني المبلغ ده عشان أنا أجيب المطالب الأساسية للناس ويبقى في إنفاق، وهم بعد ما بيخلص المظاهرة بيروحوا البيت عايزين يأكلوا. طب إزاي بقى؟ مش كده ولا إيه؟ فاللي أنا بقوله في النقطة دي خدت وقت كتير، بس أنا حبيت أشرحها من مناظير كتير. طب حرية التعبير والرأي مكفولة؟ مكفولة. أنا مستعد أسمع أي نقد حقيقي يكون ده سبيل لتقدم الدولة ديت، لأن أنا معني أنا وزمايلي في الحكومة إن إحنا كأمناء على أو الشعب أمننا على الدولة ديت إن إحنا ناخده لقدام، ما ناخدوش للضياع والخراب والتدمير. وأنا بقول الكلام دوت لأن حتى بعد التجربة اللي أنتوا شفتوها في 6-7 دول اللي موجودين، لسه في نقاش تاني، لسه في يعني ليه ما تحطوا الموضوع، يعني حطوا تناولكم للمسائل جنب بعضها وقولوا طب الموضوع ده يعني المسار ده كان نتيجته ايه؟ في الدول المتقدمة، وانا بعترف بده، خدت وقتها في التطور في المجالات المختلفة بما في التطور الإنساني، ما كانش فيه تحتها فيش ضغط عليها، كان فيه ضغوط أخرى، لكن ضغط إن هي للتحول خد وقته. إذن أعطونا الفرصة إن احنا نتحول للأفضل دون ضغوط تؤدي إلى ضرر، وفي النهاية مش هتقدروا تساعدوا، مش هتقدروا تساعدوا، هتبعتوا المبعوثين ويتكلموا ونعمل ايه؟ طب تشوفوا لهم قرشين عشان الاكل عندهم ما فيش اكل، الحاجات اللي بتحصل دي. ليه مش عايزين تفرقوا او تفصلوا ان الكلام ده ممكن يحصل في بلد زي مصر مع الوضع في الاعتبار ان احنا كنا مهددين لده خلال السنين اللي فاتت؟ طب هو بنقول فيه نسخة أو جيل وجيلين، جيل حول الإنسان الأول وجيل التاني. جيل الأولاني كان حرية التعبير والرأي كويس، طب والجيل التاني؟ بيقول لك الاقتصاد والاجتماع مش كده، والصحة والأمور الأخرى. طب ما يعني قولوا دي وقولوا دي، يعني قولوا إنك أنت شغال هنا كويس ومحتاج لينا ملاحظات في النقطة. لكن انت بتيجي بتتكلم وكأن ما فيش في مصر غير القضية دي. القضية دي لا تعكس الرأي العام في مصر، وانا مش بقول كده عشان قاعد في المكان ده، لا انا دايما اقول انا مستعد في كل سنة اعمل انتخابات في مصر، كل سنة اعمل انتخابات، بس قلت شرط واحد، تمن تكاليف الانتخابات ادفعوها انتوا. انا بتكلم بجد،
مستعد اعمل انتخابات كل سنه، ولو المصريين وتعالوا كل المنظمات الدوليه، للامم المتحده، الاتحاد الاوروبي، الاتحاد الافريقي، الجامعه العربيه، المنظمات المجتمع المدني، تقف على اللجان. والناس اللي قالت لا حاسبهم يمشي، ومش هو ده المعيار ولا ايه؟ ولا اراده الناس مش معيار؟ اراده الناس في مصر هي المعيار، والناس في مصر مش عايزاني او مش عايزانا نمشي على طول ويجي حد تاني. ده الكلام النهائي، غير كده يبقى عباره عن محاوله للاساءه وتشويه شكل الدوله. طب ليه بنعمل كده؟ احنا بندير سياساتنا بمنتهى التوازن والاعتدال في الدنيا، وبنحرص دايما على ان احنا نكون عامل ايجابي في كل التحديات والمشاكل الموجوده في العالم. فبرضو تحرصوا على ان احنا تحافظوا على يعني على هذا الصوت يعني العاقل يعني. اتفضلي. شكرا يا فندم. انا احب اكد على حضراتكم الالتزام باسئله مختصره علشان اغلب الناس تاخد الفرصه دي للتحاور مع سياده الرئيس. نبدا في تلقي سؤالين في الاول. استاذ سامي مجدي. السلام عليكم سيادة الرئيس. أنا بس بتمنى على حضراتكم تقولوا الاسم مرة تانية والجهة اللي بتمثلوها. سامي مجدي من وكالة الأسوسييتد بريس. سيادتك السؤال متعلق بالسودان مش بمصر بشكل رئيسي. كان في انتقادات للحكومة المصرية ورد فعلها على ما جرى هناك في السودان في يوم 25 أكتوبر الماضي. بعض السياسيين انتقدوا موقف الحكومة المصرية وقالوا إن هو ما كانش مساند لحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. رد سيادتك لو سمحت. طيب حاضر. طب سؤال كمان؟ ناخد سؤال كمان. طيب أستاذ باسم. باسم أبو العباس اتفضل. باسم أبو العباس وكالة الأنباء الفرنسية. برحب بسيادتك سيادة الرئيس. سؤالي متعلق بالأحداث الجارية في أثيوبيا والسيناريو اللي مصر المفروض هتتعامل بيه خلال على ملف صد النهضة من خلال الأحداث الجارية هناك في أثيوبيا، ولو في مشروع أو مصر بتفكر في تأشيرة موحدة للاتحاد الأفريقي على غرار الاتحاد الأوروبي. شكرا جزيلا. نبدأ بالسؤال اللي خاص بالسودان، وهل مصر كانت داعمة؟ شوف أنا هقول لك، إحنا لينا سياسة ثابتة أعلنا عنها وبنأكدها، هو عدم التداخل في شؤون الدول. والأوضاع في السودان محتاجة إلى توافق سياسي، توافق سياسي، واللي أنتوا تابعوا الأوضاع والتطورات اللي بتتم هناك. التوافق السياسي بين كل القوى، كل القوى اللي موجودة، حتى يبقى في مخرج للأزمة اللي موجودة، ويبقى في تحرك مناسب لفترة انتقالية يتم في نهايتها إجراء انتخابات. ده أنا بتكلم كتوصيف، لكن ده مش معناه وأنا بوصفه إن أنا بتدخل فيه. الدعم كان للمجلس كحكومة يعني كمجلس سيادي بكل عناصره، لأن إحنا في النهاية السودان بالنسبة لنا بتمثل أمن قوم مصر، واستقرارها أمر في منتهى الأهمية لينا. وعارفين الاستقرار ما بيجيش غير في الاوضاع في الظروف اللي زي كده، غير بالتوافق وليس باي شكل اخر موجود. لكن طب هو معنى ان احنا لم نتحدث ولم نطلق تصريحات يبقى ده معناه ان احنا مش داعمين للحوار والتوافق بين القوى اللي موجوده؟ لا. وانا بقول لك الكلام ده عشان تبقى فرصة إن إحنا إنك سألت السؤال ده وأشقائنا في السودان يسمعوا. لكن جرى العرف على طول إن إحنا يعني لما يحصل حاجة يقول لك إيه دي مصر أصلها كانت داعمة لكذا. لا، إحنا كلامنا دايماً، وحتى في ليبيا لما حصل التطورات اللي حصلت في ليبيا خلال السنتين اللي فاتوا، كان كلامنا برضو إن الاستقرار والحوار بين الأشقاء الليبيين والحوار بين الأشقاء السودانيين هو المسار.
وبقول تاني، إذا كنا إحنا لينا تجربة قاسية جدا جدا فيما يخص عدم التوافق والاختلاف والتظاهر اللي هو في النهاية هيؤذي البلد جدا جدا، اللي هي أساسا ظروفها الاقتصادية صعبة. تفتكر، وأنا بقول الكلام ده وأرجو أن أشقائنا في السودان كمواطنين يسمعوا، توافقوا على الحوار واتفقوا على أن أنتم تتحركوا للأمام أفضل كتير من أن احنا نستمر في حالة عدم الاستقرار والمدة الطول، لأن ده بيدفع ثمنه حاضر ومستقبل الدولة اللي بتعيش الظروف دي، لأن القدرات الاقتصادية المتواضعة لينا كلنا بتتآكل في الظروف دي، ويجي بعد كده يبقى مطلوب قرارات صعبة قوي على المواطنين تتحملها. عايز تعمل إصلاح اقتصادي نتيجة اللي انت عشته ده، فتيجي تعمل المسار ده الناس تجد ان القرارات اللي انت بتتخذها للإصلاح الاقتصادي قرارات صعبة، تقوم تبقى ايه، نستمر في حالة التظاهر والرفض والاختلاف وكلام هذا القبيل، وتفضل الدولة في مكانها سنة واثنين وثلاثة، ويضيع مستقبل شعبها حاضره ومستقبله. وانا بقول لو كان ده فهمنا في مصر، يبقى احنا هنبقى حريصين على استقرار السودان ولا العكس؟ نحن داعمين لكل الاشقاء في السودان، وداعمين للحوار بينهم، وداعمين للاتفاق بينهم على خريطة الطريق يقدروا من خلالها يوصلوا في النهاية إلى انتخابات تعبر عن الشعب السوداني، يختار بقيادته اللي تدير معاه مستقبله. وبقول ده اللي احنا فيه ده مرحلة، لكن المرحلة الأهم هي اللي بعد كده. المرحلة دي هتفضل القدرات تتراجع والظروف تبقى أصعب، وبعد كده تيجي الأوقات التانية محتاجة بقى ان احنا نتحرك عشان نشوف بقى مطالب الناس وحياة الناس والبنية الأساسية والحاجات الأخرى اللي هي بتبقى عايزة قدرة اقتصادية للدولة عشان تقوم بيها. ده فيما يخص السودان، وأرجو ان الرسالة دي تبقى واضحة وحاسمة لأشقائنا ولكل من يهم الأمر. نحن حريصين على استقرار المنطقة، منطقتنا مش السودان بس، لأن احنا شفنا ان الحالة اللي موجودة فيها الجسم العربي في سوريا، في لبنان، في العراق، في ليبيا، في اليمن، في الصومال، في مش يعني في دول كتير، يا ترى الوضع ده هو الوضع الصحي للمنطقة ولا الاستقرار هو الوضع الصحي؟ طبعا الاستقرار. الاستقرار هيدي فرصة ان جهود المنطقة دي تتحرك في اتجاه التنمية والتعاون والتطور. يعني فيما يخص السؤال بتاع اثيوبيا، احنا حرصنا منذ يعني على الاقل منذ توليت يعني لما توليت السلطه على ان احنا ندير هذا الامر من خلال الحوار والحوار الهادئ والتفاوض بعيدا عن اي شكل من الاشكال يعني الانفعال او التشنج، وان ده ممكن امور بيننا وبين بعضنا تتحل ونصل الى اتفاق قانوني ملزم بشان ملء وتشغيل السد. وكنا في مارس 2015 وصلنا الاتفاق مع اشقائنا الاثيوبيين والسودانيين بشان هذا الموضوع، ان هو لا يتم ملء السد الا بعد الوصول الى اتفاق قانوني بشان عمليه الملء والتشغيل تراعي كل شواغلنا. يعني ده كلام لما استمرت السنة واثنين وثلاثة واربعة ولم نصل إلى حل، والموقف الأثيوبي كان جامد في مكانه، اضطرينا ان احنا نتحرك في اتجاه مجلس الأمن حتى نعطي قوة دفع، ومش الهدف منه كان أكتر من ان يبقى في قرار لمجلس الأمن يؤكد على أهمية سرعة الوصول إلى قرار بشأن أو إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. أنا بالمناسبة عايز أقول لكم، إحنا دايما نقول إن التعاون أفضل، وإحنا قلنا في بداية الكلام في الأول خالص تصريحاتي كانت بتقول إيه، إن إحنا ننظر بكل تقدير وإيجابية في التنمية لأشقائنا في أثيوبيا، بس أرجو إن يكون ده
مش على حساب المية. وزي ما انتوا شفتوا الدولة المصرية في المية هي تقريبا عايشة على شريط المية اللي بيجي من أسوان حتى اسكندرية. بقية الأرض حوالي 95% هي أرض صحراوي. أرض صحراوي ده كلام مش يعني مش بنقوله عشان نبرر، ده واضح. وأي مية بتبقى موجودة احنا بنحاول دلوقتي، بدأنا في خطة بقالنا 5 سنوات أو 6 سنوات شغالين في خطط استراتيجية لتعظيم الاستفادة مما لدينا من قدرات إعادة التدوير. ولسه كنا بنعلن من يمكن في لما فتحنا محطة بحر البقر في سيناء، كنا بنتكلم ان احنا بعد ما نخلص مشروعنا اللي بكتير هياخد 3 سنين كمان هنكون يبقى من اوائل دول العالم، ما كانش الدولة الاولى في العالم التي يعني عملت مشاريع لإعادة لحسن استخدام المياه وإعادة تدويرها. انا بقول الكلام ده ليه؟ يعني احنا بنحاول من جانبنا في مصر، احنا ما طالبناش، قلنا ان احنا عدد سكاننا، مية النيل دي كانت بتيجي لمصر من ايام ما جت مصر 1.2 و2.3 و4 دون تدخل، ولغاية دلوقتي بقينا 100 مليون، وهي المية اللي بتيجي هي مية لم تتغير. بالتالي يعني وصلنا في طبقا لتقارير ومعايير الأمم المتحدة إلى مرحلة الفقر المائي. احنا بنتكلم في 500 متر 600 متر في السنة للفرد، في حين أن المعدل أو المعيار العالمي للمية أكتر من 1000 متر في اليوم، آسف في السنة. إذن اللي أنا عايز أقوله هنا إيه؟ إحنا كل اللي بنتكلم فيه بنقول أشقائنا في أثيوبيا ننظر لكم بإيجابية كالعادة، وبنستعدين للتعاون مش بس حتى مع وده أمر مش دلوقتي، مصر مستعدة للتعاون فيما يخص مياه نهر النيل مع كل الأشقاء في دول حوض النيل من أجل الرخاء لينا كلنا. احنا عايزين نعيش، لكن كمان مش هنحرم ابدا غيرنا انه يعيش، ولا يبقى احنا ناس يعني مش موضوعيين ان انا بعايز انا وغير لا. بالمناسبه للي ما يعرفش، حجم المي اللي بتنزل على الهضبه الاثيوبيه 900 مليار متر مي في السنه، 900 مليار متر مي. حجم المي المتجدده اللي بتنزل على الابار الاثيوبيه 40 مليار متر مية في السنة، 40 مليار متر مية. أنا عايز أقول لكم إن المية اللي بتجيلنا دي إحنا والسودان لا تساوي 10% من المية اللي بتسقط على الهضبة الأثيوبية. أنا بقول الكلام دوت عشان برضو يمكن يكون محتاجين إن إحنا نفكر بعضنا بالموضوع. إذن ما نحتاج من في هذا الموضوع هو الوصول إلى اتفاق قانوني بشأن ملء وتشغيل السد، يراعي شواغلنا، وأيضا يبقى يفتح باب للتنمية والتعاون فيما بيننا في مصر والسودان وباقي الدول الأفريقية مش بس حتى دول الحوض. ده فيما يخص هذا الموضوع. موضوع التأشيرة يعني تأشيرة موحدة للدول الأفريقية، احنا أثناء وجودنا في رئاسة الاتحاد الافريقي كل الشواغل اللي كانت موجودة كنا حريصين على ان احنا نتحرك فيها، وكلمنا على البنية الاساسية القارية وعلى الـ يعني الـ الاتفاق اللي هو اتفاقية التجارة الحرة الاطارية، وان دي دخلنا في شأن تاني، واي موضوعات اخرى زي الموضوع اللي بيطرح ده هو طبعا موضوع متقدم قوي، لان طبعا النظم والآليات اللي موجودة في دول الاتحاد الأوروبي تقدر تيسر هذا الأمر بشكل كبير. احنا ما عندناش يعني ما عندناش أبدا ملاحظات أو رفض لأي شكل من أشكال تطوير التعاون مع أشقائنا في إفريقيا. ويمكن أنت سمعتوا خلال اليومين اللي فاتوا كلامنا على أن احنا مش هنتكلم باسم الأفارقة، لكن حتى في موضوع المؤتمر اللي هيتعمل ان شاء الله اخر السنه دي على المناخ، احنا مع مجموعه مفاوضين من اشقائنا في افريقيا بنتعاون عشان احنا عايزين المؤتمر يبقى فيه فرصه ان هو يتكلم على اكثر الدول تضررا واكثر الدول حاجه للدعم من اجل تجاوز
الأضرار اللي نجمع عن المناخ. ناخد أسئلة من الشباب المرة دي مش من الصحفيين. اتفضلي حضرتك. أي اتفضلي. سيادة الرئيس، أنا نفسي أحقق حاجات كتير في حياتي، بس جوايا خوف وقلق، وطول الوقت أنا طالبة من حضرتك بخبرتك نصيحة أبوية، إزاي أتخلص من الخوف اللي جوايا؟ وشكرا سيادتك. خايفة من إيه؟ دي انت شابة صغيرة لسه، الدنيا كلها قدامك. اتفضلي استريحي، اديني فرصة بس. الدنيا قدامك. انت اسمك ايه؟ سالي. سالي، اهلا وسهلا. اتفضلي استريحي. يعني يؤلمني انك انت تبقي قلقانة وخايفة. مش عايز اسالك قدام يعني المجموعه خايفه ولا انا من ايه؟ زي ما بقول لك كده، انت يعني انت قد بنتي صغيره خالص يعني، فلسه العمر كله قدامك وتقدري تحققي فيه كتير. ما تخافيش ابدا من ان كان على مصر. انت من مصر مش كده؟ طيب انا عايز اقول لك على حاجه، جوه مصر ما تخافيش، لأن الدولة دي بفضل الله سبحانه وتعالى حافظها ربنا سبحانه وتعالى، وإلا كانت راحت زي ما غيره راح. مش إحنا اللي حافظنا عليها، أنا بقول لك. وأنا كان أي حد في مكاني يقعد يقول أنا اللي عملت، مش كده؟ لا والله، اللي حافظ على مصر ربنا، وله الشكر والحمد والثناء العظيم انه عمل معانا كده. فعن كان على مصر ما تخافيش عليها، الامور من بفضلك يا رب، من حسن لاحسن، واحنا موجودين عشان نفضل نشتغل ونبني ونعمر لغايه لما نحقق الحلم لينا كلنا. فاما يعني انت عايزه جلسه عايزه جلسه يعني لا ما تخافيش، ان شاء الله ربنا يحفظك ويأمنك من القلق والخوف. اتفضل. اسئله من الشباب مره تانية، معلش اذا سمحتوا، مش الشباب والشابات. طب اتفضل حضرتك. ايوه شباب، طبعا حاضر. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا. انا بشكر حضرتك على اتاحة الفرصه الكريمه جدا دي، وانا احمد علاء، طبيب اسنان وامين مساعد الامانه المركزيه للشباب بحزب مستقبل الوطن. تابعنا حضرتك في اكتر من مره بتتكلم عن نوع حروب تعرضنا ليه كان بيستهدف طمس الهويه المصريه علشان يترتب عليه احداث بعد كده يقدر من خلالها قوى معينه تزعزع الامن المصري او تروح بينا في مناطق معينه. النهاردة الشباب الصغير الموجود أو من سن الطفولة، يمكن من أول الإدراك من 3 أو 4 سنين، متساب لقوة مختلفة هو وحظه، حلوة أو وحشة زي ما نصيبه هيجي، تزرع أفكار جواه. إزاي نقدر نحافظ على شبابنا من الحتة دي؟ وإيه دور الدولة وإيه دور المجتمع؟ وكمان يا فندم معلش سؤال تاني، إحنا لو كنا على وعي باللي هيحصل في أوقات معينة ما كانش حصل وأدركناه بعد ما حصل، إزاي يكون عندنا حس نقدر ندرك بيه الخطر القادم أو شكل الحرب الجاية اللي بتتغير بمعدل سريع جدا وفي فترة قصيرة؟ وشكر جدا لحضرتك يا فندم. طب أنا هقول لك على حاجة يا أحمد، أنت بتتكلم على التطور اللي حصل في وسائل الاتصال وفي الإعلام، وأنت متحسب إن ده يكون ليه تأثير على النشأ الصغير؟ اتفضل استريح. على النشأ الصغير، وانه ممكن يبقى ده يعني يعمل تشظي للشخصيه المصريه، والكلام ده احنا محل اعتبار. لكن عايز اقول لك على حاجه، لازم تعرف
ان التطور اللي بيحصل في الدنيا دي مش خارج السيطره، مش خارج ايه، واحنا بنبقى عايز اقول لك على حاجه انت ما حضرتش في سنك، وكتير من اللي موجودين هنا عدا يمكن بعض اللي في الصف الاولاني، حتى مش كل الصف الاولاني، ما حضروش الوقت اللي ما كانش فيه تلفزيون، في ناس قاعده. انا حضرت الوقت اللي ما كانش فيه تلفزيون عشان ما حدش صحيح. وساعه لما جيت التلفزيون كانت القناه قناه واحده، وكانت بتخلص بدري جدا الساعه 10 في الاول، وبعد 12 وبعد قناتين وكده. فكان وقتها برضو يا احمد الناس بتقول ايه الكلام دوت هيكون له تاثير سلبي جدا على المجتمع، والناس مش هتشوف شغلها، وهيعمل تشظي اللي انت بتقوله دلوقتي. ومر 50 سنة على الموضوع، اكتر من كم، من 50 سنة، والدنيا ما حصلش فيها ده. لان انا قلت كلمه مهمه قوي من يومين، قلت الانسان هو الحاجه المخلوق الوحيد اللي يدمر وايه ويبني، ده ما فيش في الدنيا غير الانسان اللي يقدر يعمل ده. ودي حاجه ربنا سبحانه وتعالى حاجه حبب بيها الانسان وكرمه بيها على سائر المخلوقات. ممكن مخلوق يبقى ماشي في الغابه يكسر شجره ما يعرفش يصلحها، لكن الانسان ممكن يحرق غابه كامله ويرجعها تاني. فانا عايز اقول لك بس عشان تبقى مطمئن، وده دي اجابه عامه، دي اجابه عامه، ان اللي احنا فيه ده في العالم كله مش بس هنا، هتجد ان وكأن العقل الجمعي الانساني، العقل الجمعي الانساني عامل زي بيقدر يمتص ويتفاعل مع الحالة دي ويعيش وما يضيعش. احنا هنا في مصر طب نعمل ايه؟ خلي بالك ادوات بناء الوعي في المجتمع ما بتتغيرش، البيت جزء منه، البيت ايه؟ جزء منه، الوسائل الاعلام جزء منه، سواء كانت رسمية او ما لو ما اعترفتش ان كلامكم مع بعضكم على مواقع التواصل ده جزء من الحالة اللي موجودة، يبقى انا بعمل كده. الحاجة التانية هي المدرسة والتعليم، ده جزء تالت. الرابع هو المدرسة، اسف، هو المسجد او الكنيسة او المعبد اليهودي او اي دار عبادة اخرى غير الثلاثة دول، هم دول اللي بيشكلوا أو بيساهموا في بناء الوعي. قد تزيد يعني يزيد عنصر ويبقى أكثر تأثيرا عن عنصر تاني في فترة ما، وأنا شايف أن أنتم متحسبين من ده دلوقتي. لكن عايز أقولك على حاجة، يعني لما كان حد يكلمني في يقول يا فندم الإعلام ما بيتناولش الإنجازات اللي أنتم بتعملوها، كان بيتقال كده، فكنت اقول لهم ما تجوش بالكم بالموضوع ده خالص، مش معناه ان انا بخفل ده، لكن النهارده مش كلنا بنتفرج، مش كلنا في وقت واحد بنشوف، يعني حاجات كتير قوي. فحتى لو في خبر بيتشاف مش شرط ان كلنا نشوفه في وقت واحد، صعب. لكن اكيد لو انت ماشي في قريتك وانا بعمل شغل في قريتك هتشوفه، ده مش محتاج ان انا اقول لك ايه في قرية كذا في الحتة الفلانية بنعمل كذا، لا انت هتشوفه. فانا النهاردة حجم العمل اللي بيتعمل فين 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 في مصر، في كل مصر، في كل ايه، خلاص تشكل اول حاجة حالة من الرضا النسبي لدى المواطنين على الدور اللي الدولة بتحاول تعمله في اطار قدراتها. هي عايزة تعمل اكتر من كده؟ طبعا. عايزة تخلي تعليم أحسن تعليم في الدنيا؟ أكيد. عايز تخلي الخدمة الصحية اللي موجودة هي الأفضل على إطلاق ماله. لكن أنت في فرق أنك أنت تحس أن ما فيش فايدة محد السائل، وفرق أنك أنت تجد أن في جهد بيتعمل وبترصده، وبيرصده كل إنسان مصري وإنسانة مصرية على امتداد مصر بالكامل في أي حتة. أنا بتكلم النهاردة في 7-8 مليون إنسان شغالين، ما بطلناش شغل، مش كده يا دكتور مصطفى؟ ولا هتبطلوا؟ مش هنبطل لغايه لما، عشان كده قلت لسالي لا ما تخافيش ابدا، هنفضل نشتغل لما نخليها بلد، لما نخليها ايه؟ بلد، بلد بجد. ومش هتبقى بلد بجد الا بينا كلنا، مش بالحكومه، لا لا بينا كلنا،
بثقتنا في نفسنا وقبل ما نثق في نفسنا في ربنا انه يساعدنا ونجتهد ونعمل. فيعني عايز اقول لك ايه، لما نحسن التعليم قوي هيبقى احنا قمنا بدور في الاتجاه اللي انت بتتكلم عليه. لما ننمي ونطور الاعلام بتاعنا والدراما بتاعتنا بشكل قوي هيبقى قمنا بدور في الاتجاه دوت. يعني المسجد والكنيسه بنحاول نقول تصويب واصلاح الخطاب الديني. احنا بنقول الكلام ده في اطار عنوان كبير. ايه هو العنوان الكبير؟ ان الوجود اللي احنا فيه ده خلقه ربنا، واللي بيحصل فيه من تطور مش خارج عن قدرته. يمكن تكون مش كل الناس تقبل مني او تقبل المسار ده او الفهم ده، لكن ده فهمي على كل حال. طيب تفتكر هيبقى في تقاطع بين اي دين، اي دين، وبين التطور اللي بيحصل؟ لا. هي القضيه فينا احنا ولا في الدين؟ في مين؟ ايوه، القضيه مش في الدين، القضيه في فهمنا، فهمنا للدين وترجمتنا ليه هي اللي بتخلينا نخبط في الحيط يعني. فده العنصر الثالث. اذا المدرسه لما نحسن فيها والجامعه ويبقى فيه انشطه ويبقى فيه تعليم متطور. تعليم متطور ايه في تقديري؟ يعني التعليم المتطور اللي هو يخلي عقلك عقل بتاع معرفه وبتاع وعي وفهم، مش عقل يتلقى وبس، لا، ياخد الكلام ويوزنه ويراجعه ويبقى مستعد ان هو يتعامل معاه بموضوعيه. هو ده لو احنا عرفنا نعمل ده انا بقول لك مش هيبقى فيه اي خطر على مجتمعنا ولا على الاجيال القادمه، لان احنا بينا فاهمين قوي وعارفين قوي. ف يتبقى الدراما. وانا عايز اقول لك على حاجه، احنا حجم الحركه متسارع قوي يا احمد. هقول لك يا دكتور احمد لا تزعل. لا لا لا، هقول لك يا دكتور احمد، حجم الحركه اللي احنا بنعمله في مصر متسارع جدا. لما نخش نتصدى الملف بنعمل ايه؟ بنحاول ان احنا يعني نجيب اقصى حجم او اكبر قدر من العمل والتطوير فيه عشان يحقق الهدف بتاعه. حاولنا طبعا ان احنا، ما كنتش اقدر يا احمد ان انا كل الملفات اللي موجوده في الدوله وهي كثيره جدا جدا اتصدى لها في وقت واحد، ما اقدرش. فاحنا عملنا في خطتنا في الاول خالص اسبقيات واولويات، ومن كتر يعني مش عايز اقول الكلمه ديت يعني، لكن من حسن الطالع يعني انها كانت انت ما بتحسش بالتحرك داخل الاولويات اللي احنا بنعملها، ما بتحسش بيها، بتجدنا اتحركنا جوه الاولويه وانت مش شايف ان احنا ما قلناش ايه يعني عاملين ايه، احنا الان في الاولويه الفلانيه، لا لا لا، احنا رايحين لدي. ومش وبالمناسبه ده مش يعني برضو ده مش سياسه، لا ده لازم نعمل كده، لان انا مش انا كلنا لا نقبل القبيح في اي شيء، في اي حتى في الممارسات الدينيه. حتى ايه؟ امال ايه اللي انت قلته في الاول خالص هو عباره عن ايه؟ عن فهم ديني خاطئ. فهم ديني ايه؟ احنا مش عايزين فهم ديني خاطئ. وبالمناسبه الاعتقاد الخاطئ انا مش ضده بالمناسبه، واحنا المفروض ما نبقاش ضده. ليه؟ هو حر، بس يخليه ايه؟ يخليه في حاله. يعني ما تجيش تقول لي انت بقى لازم تبقى متدين بالطريقه ديت وغير كده ما تبقاش متدين ونموتك. لا، ما تفرضش عليا فهمك واعتقادك الديني، لان لو سمحت بكده هقول لك طيب يبقى كل صاحب دين يرى ان دينه افضل ويفرضه على الاخر، مش كده؟ طب اشمعنى لما نيجي جوه الدين نفسه ما يبقاش فيه عندنا فهم لده، ان انا صاحب المذهب الفلاني شايف ان مذهبي افضل من المذاهب الاخرى. هو المذهب ده انت مرتاح معاه خلاص خليه، ما عندناش مشكله، ما تفرضوش عليا. وانا مش هفرض عليا، مش هفرض عليك لا فهمي ولا اعتقادي ولا مذهبي كده يعني. اتفضل عشان ما تزعلش بعد اذنك يعني. اتفضل.
شكرا فخامة الرئيس. أصدقك القول وأنا جاي من قرية في جنوب السعودية. أهلا وسهلا. الله يبقيك ويسلمك. أنه مصر هي اللي علمتنا ووضعتنا على طريق المعرفة والثقافة من خلال الأساتذة الذين كانوا يأتون للتدريس، وأيضا إذاعة صوت العرب وروايات نجيب محفوظ وقصص يوسف إدريس ودواوين صلاح عبد الصبور وأمل دنقل. وكلما كانت فخامة الرئيس مصر بخير، ثقة تامة أن العالم العربي كله يصبح بخير. ما يخفى علينا طبعا جهودك الكبيرة والخلاقة التي نفخر بها جميعا كشباب وإعلاميين منتمين. يبقى ما لاحظته فخامة الرئيس أنك تجربتك مع احتواء الشباب كبيرة ومميزة بحمد الله، وإحنا في منتدى الشباب. هذا التمكين يحتاج بالموازاة، وأنت ذكرت قبل قليل ما يسمى بتجديد الخطاب الديني. أعتقد أن الأزهر معني بمثل هذا المشروع الكبير الذي سينعكس على العالم الإسلامي أجمع، لأن احتواء الشباب في العمل هو أمان لهم بإذن الله من التطرف، والخطاب المعتدل المتسامح المنفتح الذي يناسب العصر سيكون أيضا رافد لهم في أنه لا يستقبل أفكار تشوش عليه أو تهز الهوية التي هو ينتمي فيها لوطنه. ابنك علي الرباعي، صحيفة عكاظ السعودية. شكرا فخامة الرئيس. يا أستاذ علي، أنا سعيد بكل الكلام اللي أنت قلته ومقدر جدا. فضل تريح. وأنا عايز أقول لك أن يعني إحنا بداية الكلام لما اتكلمنا على التنوع والاختلاف. التنوع والاختلاف إحنا قلنا ليه؟ قلنا عشان هو الخطاب الديني الحقيقي أو تجديده هو عبارة عن إيه؟ هو لو إحنا قدرنا نزرع في فهمنا وفي عقولنا إن مفيش حاجة زي بعضها، وإن ده أمر سنة من سنن الكون، أنت مش هتجد غربة مع أخوك المسيحي أو أخوك اليهودي أو أي دين آخر، أو حتى الإنسان اللي مش لا يؤمن على الإطلاق. يمكن بعض الناس وهو بيسمعني كده يقول انت بتخوفنا كده، انت معناه انك انت مثلا بت 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 يعني بتدعم الالحاد مثلا، مش كده؟ ما انا هقول لك التعبير ده ارجو ان انتوا تفهموا كويس. ربنا اعز قوي واكبر قوي من يجي غصب عن الناس الإيمان بيه. ربنا أعز وأكرم وأكبر، والدنيا كلها سمعاني، مش مستني. الوجود كله بيسبح، والوجود كله بيعترف بوحدانيته وبقدرته. الوجود، الأرض دي كلها باللي عليها لا تساوي عند الله شيء. فتصور لو إحنا فهمنا ده، أنا هفرض على الأستاذ علي ان يؤمن ازاي؟ خليك تؤمن وانا لا امتلك قلبك، ومحدش يمتلك قلب حد، ودي من حكمة ربنا. خلي كل واحد اللي جواه ده بتاعه هو، وعشان كده اللي هيحاسب على ده ربنا. لو احنا فهمنا كمسلمين على الاقل النقطة دي، ومش فهمناها بس ومارسناها في تعاملاتنا مع بعضنا البعض، انا بقول لك مش هبقى في مجال لأي بنية تطرف على الإطلاق. ليه؟ هو التطرف كله مبني على التمييز والاستعلاء. التطرف مبني على إيه؟ على التمييز والاستعلاء. لو إحنا قدرنا في المدرسة وفي كل معاهدنا وجامعاتنا وحتى الدراما بتاعتنا نتكلم على التنوع والاختلاف، أنت لما تيجي تبص، لو أنت قاعد مكاني هنا هتجد إن إحنا قدام مننا ما فيش شكل زي التاني وقابلينه، لأن هو دي الطبيعي يعني. فلو إحنا كبشر، مش هقول كمسلمين او مسيحيين او يهود، انتبهنا وقلنا ان الكل حر في انه يؤمن باي دين، ادي واحد، او لا يؤمن، ودي مش قضيتنا. دي مش ايه؟ لما اجي انا اقول لو في واحد مش مؤمن، انا بالنسبه لي ما بقاش زعلان منه، ما بقى ايه؟ بيبقى صعبان عليا. بيبقى ايه؟ صعبان علي، فاتوا الخير كله، فاتوا انه يؤمن بالعظيم ربنا العظيم، فاتوا. دا
حر بقى. ده فيصعب عليا، مش هبقى ايه متغاظ منه يعني وعايز اموته ولا بتاع، لا لا لا. فانا بس ارجع تاني اقول الازهر بيقوم بدور في ده وبيحاول، ولكن لازم تفتكر، لازم تعرف ان الكلام ده استمر، غرس الفهم ده على مدى مش 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 10 ولا قرن ولا قرنين، ده عده قرون، عده قرون. وكانت الدنيا مقفوله قوي على الناس، كل الناس، وبالتالي الاستقطاب الديني، الاستقطاب الفكري الديني، الاستقطاب التأمين، قول اللي انت عايزه، كل ده اتكرس على مدى 6-7 قرون. ما حدش تصدى، لان يعني كان مش عايز اقول دي مش قضيتنا دلوقتي عشان بس ما، لكن عايز اقول انا اتصور ان الحركه اللي ماشيه دلوقتي في منطقتنا العربيه وفي عالمنا الاسلامي يعني مقدمه يمكن تساهم مساهمه كبيره في تغيير الفهم ده. هنا في مصر انا عايز اقول لك وبقول لكل الموجودين حتى وكالات الانباء، احنا دفعنا ثمن كبير قوي في 2011 و12 و13 والارهاب اللي هاجم مصر، لكن اقدر اقول لك بمنتهى الراحه ان ده شكل فهم وراي عام، كان المصريين مسلمين ومسيحيين بيتعاطفوا بشكل يعني بشكل مش عايز اقول تعبير مش لطيف يعني كده يعني، حد يساعدني بشكل اعمى، ها بقى هعمل ايه؟ تعاطفوا، انا مسلم بقى، اي حد يتكلم عن الدين انا بقى متعاطف معه. انا اقدر اقول دلوقتي ان الحكايه ديت تراجعت في مصر، انا بتكلم بنسبه كبيره، ما بقاش الناس ممكن تخدع في الكلمه او في التعبير الديني او الشكل الديني اللي كان قبل كده له تاثير كبير في مصر. ويمكن دي الحسنه اللي يعني اذا كنا بنقول الموضوع اللي حصل ده والشباب اللي قتل والقضاء والخراب اللي حصل لينا خلال السنين اللي فاتت، يمكن الحسنه بتاعته ان احنا ان ده كان ليه تاثير على الراي العام، مش احنا بقى اللي عملناه، اللي عمله اللي استخدمه العنف ضد المصريين. فاحنا ماشيين في النقطه دي. ناخد سؤالين من الاعلاميين وباختصار. استاذ طارق لو سمحت من مونت كارلو اعتقد، اتفضل. بس الاسم مره ثانيه وسؤال باختصار. مرحبا سيد الرئيس. اهلا وسهلا. طارق حمدان من فرانس ميديا موند، فرنسا الدولية للإعلام، إذاعة مونت كارلو الدولية باريس. اسمح لي أن أعود مجددا عند المقدمة أو بداية هذه الجلسة أو الموضوع الذي فتحته عند بداية هذه الجلسة، موضوع حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان. السيد الرئيس، ما هو تعليقكم حول الانتقادات الكثيرة الموجهة لملف حقوق الإنسان في مصر؟ التقارير الكثيرة التي تتحدث عن الأعداد الكبيرة لمعتقلين على خلفية سياسية، حجب المواقع والصحف، التضييقات على حرية الرأي والتعبير أو ما يوصف. أول أمس عند افتتاح هذا المنتدى ظهر خبر حزين يتحدث عن تجميد عمل الشبكة العربية لحقوق الإنسان، هذه مؤسسة تعمل في مصر منذ 18 عاما. ما هو تعليقكم على كل ذلك؟ شكرا. شكرا. طيب يعني عايز اقول لك على حاجه، انت مصر يا استاذ طارق على على السؤال دوت على الموضوع دوت. انا هستفيد من انا قلت طبعا بدايه كنت اقصد بيها ان احنا يعني الموضوع ده يبقى من ضمن الموضوعات اللي احنا غطيناها، لكن انا هطرح عليكم طرح على شبابنا اللي موجود هنا، الشباب المصري، ولو في حد من الشباب الآخرين مستعد إن هو ياخد كل البيانات اللي بتطرح وبيتم تداولها في الخارج عن العدد وعن السياسيين وعن الاحتجاز وعن الاختفاء القسري، ويتم خلال أسبوع اتنين شهر اتنين تلاتة يتم يعني الوقوف على حقيقة ذلك. واللجنة دي لما أنا بكلم من شباب محايد خالص، ولما اللجنة دي تطلع بنتائجها تعلنها للناس، هل الكلام ده حقيقي ولا لا؟ هل النهارده في الكلام اللي بيطلق ده بالارقام اللي بتتقال ديت ده حقيقي ولا لا؟ لكن عايز اقول لك ايه؟ احيانا بيكون البنات اللي بيتم
التحصل عليها بيانات مش دقيقه. ساعات الموضوعات اللي بيتم طرحها ما بتبقاش موضوعات كامله. فبالطريقه دي اتصور هيكون اجابه، مش اجابه بقى اجابتي انا كمسؤول، ان احنا دوله قانون وان احنا ما بيتمش اي اجراء خارج الاطار القانوني وعدم التدخل في شؤون القضاء. لا مش هقول كده خالص، هقول هاتوا البيانات اللي انتوا بتتكلموا عليها ديت، الاعداد الكبيره، القوائم بتاعه الاختفاء القسري، وتعالوا وكلامنا عملناه قبل كده، عملناه قبل كده، وكان في لجنه اتشكلت في اول مؤتمر شباب، وخلينا اللجنه دي تشوف الموضوع دوت، واي اجراء خاطئ مستعدين ايه نصوبه. لان احنا في النهايه، انا عايز اقولك على حاجه، اوعى تزعل يا طارق، يعني هو انت بتحبوا شعبنا اكتر مننا؟ هو انتوا خايفين على بلادنا اكتر مننا؟ لا لا، وانا بكلم للي بيسمع مش ليك يا طارق. انتوا خايفين على بلادنا اكتر مننا؟ احنا بلادنا مش لاقيه تاكل، مساعدين ساعدونا. البلد دي عايزه تعيش، والشعب ده عايز يكبر وينمو زي ما الباقي كبر وبقى حكايه، عايزين نبقى حكايه احنا كمان. محدش يعيقنا ويعرقلنا بالكلام ده، وعشان كده قلت اعملوا لجنه وشوفوا الكلام ده ويبقى تعلنوا النتائج بتاعتها. لكن تاني بقول محدش هيحب شعب مصر اكتر مننا، بس احنا بنحبه صح. بنحبه ايه؟ مش عايزين نقعد نتكلم ونسيب بلدنا في الضياع، متخلفه في كل شيء. عايزين نفضل نشتغل ونبني ونعمر ونوصل ونكبر، ويبقى عندنا ناتج محلي، بدل ما المواطن المصري الدخل بتاعه كلام يحرج ويكسف، يكسب ويقدر يعيش ويفتح بيت زي ما الكل بيعيش. المصري ما بيتفسحش يا طارق، المصري ما بيتفسحش عشان مش لاقي. عشان ايه؟ عايز ياكل. عايز ايه؟ حد يقول كده وانا بفهم؟ بقول كده لان دي قضايايا، قضايا ان انا اخد بايد البلد دي لقدام، مش حاجه تانية. طيب من الاعلاميات، يس يو وذ ذا بلاك ماسك، يا حضرتك لا اللي ورا، اي اتفضل معلش. هي وش ثانك يو، ايم جوينج تو ذا ماي كويستشن. شكرا جزيلا، سوف اتحدث باللغه الانجليزيه. اسمك؟ من روداكسيان بالأرجنتين. لقد ذكرتم مؤتمر الأطراف 27 الذي سوف تنظمه مصر في نهاية هذا العام. أريد أن أعرف ماذا ستكون الأهداف الرئيسية لهذا المؤتمر، وكيف سيكون تنظيم مشاركة بقية الدول. روداكسيان. سيدي الرئيس، منذ عدة أسابيع كان هناك سيدي الرئيس، اسمي يانيس سينيوريدس من سي ان ان اليونان. منذ اسبوعين السيد مفلوت سافوشوغلو وزير الخارجيه التركي اصدر بيانا خاص بالمنطقه الاقتصاديه، وقال ان لديه عرض افضل بالنسبه لمصر مما ذكرته اليونان. فما راي سيادتك في ذلك؟ واذا كانت الاجابه بالنفي، فهل هناك خط الزمن فيما يتعلق بالاتفاقية الخاصة بالمنطقة الاقتصادية؟ أقول إن إحنا بنجهز للمؤتمر عشان
وحاول كلام برضو كلام عام قوي للسؤال على الإعدادنا في مصر للمؤتمر بتاع المناخ اللي هو في إن شاء الله في نوفمبر السنة دي. احنا بنبذل جهد مع الشركاء ومع طبعا المنظمين في المؤتمر اللي كانوا موجودين في جلاسكو عشان نضع أهداف يمكن من خلالها الوصول إلى يعني توافق. مش عايز أقول يعني أنا يعني قلت لوزيرة البيئة قومي قولي الأهداف هتقول كتير قوي، لكن أنا مش 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 واصل لكده في إجابتي على السؤال. أنا قلت وإحنا جوه إن إحنا في مصر عندنا أو أنا شخصيا عندي تفاؤل كبير جدا جدا بإن إحنا في من خلال المؤتمرات ديت ومن غيرها هيتم التحرك بشكل كبير جدا في موضوع المناخ. في موضوع المناخ عشان هو خد قوة دفع كبيرة جدا خلال على الأقل مؤتمر جلاسكو وخلال حتى مؤتمرنا ده والأحداث بتاعة المناخ اللي موجودة في العالم كلها بالكامل. لكن خليني أقولك عشان أدي يعني نقاط محددة إن أنا أدي فرصة لوزيرة البيئة أنها تقولك الموضوع ده بفنياته من غير ما نزود كتير في الكلام. شكرا فخامة الرئيس، لو تسمح لي أرد على السؤال باللغة الإنجليزية. Yes, we are. نعم نحن نضع ثلاثة أولويات لدينا، أولا القرار الذي صدر عن جلاسكو والذي نعمل عنه، ثانيا نعمل عليه، ثانيا رئيس مؤتمر الأطراف سوف يكون موجودا لدينا الأسبوع القادم من أجل وضع جدول أعمال، ثالثا مصر التي تستضيف هذا المؤتمر تركز على شيئين، التكيف وتمويل المناخ، ونحن سعداء جدا بأننا تمكنا من فتح برامج لهما في جلاسكو. فيما يتعلق بالشمولية والتنظيم فإن مؤتمر الأطراف سوف يكون شاملا، لن نترك أحد متخلفا عن الركب من أي قطاع من القطاعات لأننا لن نستطيع تكبد تكلفة ذلك الأمر. القطاع الخاص، الخبراء، القطاع العام، كل الأطراف الفعالة سوف تكون موجودة وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. الاتفاق اللي احنا عملناه فيما يخص ترسيم الحدود البحرية مع اليونان، خلينا أقول لك أنا مش يعني مش هعلق تعليق آخر. احنا ملتزمين كدولة بالقواعد والأعراف الدولية الخاصة بترسيم الحدود، والإجراء اللي احنا عملناه مع اليونان كان مبني على كده، واحنا مستمرين وملتزمين بده، ودي إجابة كفاية. طيب ناخد أسئلة من الشباب والشابات. من الشباب والشابات، فضل يا حضرتك. Please keep it to the point. Say your name. برجاء الاختصار وذكر الاسم أولا. سيدي الرئيس، اسمي ليندا كوسكي من كينيا. K24 TV، لقد تحدث سيادتك كثيرا عن السلام والتعاون ودعني أعود إلى ذلك الموضوع. بالعام الماضي لقد وقعت على اتفاقية تعاون عسكرية مع كينيا ورواندا وغيرها من الدول. السؤال هنا هو كيف ستطبق هذه الاتفاقيات، لأن بعض الدول لم تزل تجاهد ضد الإرهاب. برجاء الاختصار حتى نعطي الفرصة للآخرين. سؤال سريع، ظننتك من الشباب ولست صحفية، يكفي ذلك، شكرا. لنعطي الفرصة لشخص آخر. بشكرك جدا على إتاحة الفرصة لينا كشباب دايما اللي احنا نبقى متواجدين مع حضرتك وقريبين منك. حمزة أحمد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن وخريج كلية أعلام.
سؤالي مرتبط بتواجد الإعلام الأجنبي هنا. ليه يا فندم ما زال الإعلام الأجنبي بيصدر تقارير مشبوهة ومغلوطة عن الوضع الحالي في مصر، وكأن حقوق الإنسان بس مقتصرة عن الحقوق السياسية؟ ليه مش بيشوفوا زيارة حضرتك مثلا لأسوان، زيارة حضرتك لعزبة الهجانة، زيارة حضرتك لكل جمعة حضرتك بتتفقد المشاريع، بتتفقد المناطق اللي محتاجة مساعدة لأهلينا؟ حقيقة أنا عندي 24 سنة، من 7 سنين كان عندي 16 سنة، فشفت الدولة دي وهي بتنهار، وشفتها دلوقتي وهي بتمتلك كل القدرات. فأنا بشكرك جدا يا فندم على إتاحة الفرصة لينا، وبشكرك جدا على التحول اللي حضرتك عملته في مصر. ده طبعا بفضل ربنا أولا، وبفضل إرادة سيادتك، وبفضل إرادة المصريين. وحقيقي أنا والشباب يعني فخورين اللي إحنا في عهد سيادتك يعني. شكرا جزيلا. يعني أنا بس السؤال اللي سأل بتاع كينيا اللي فيما يخص التعاون، أنا عايز أقول لك إن إحنا بننظر للإرهاب في قارتنا الأفريقية على أنه أحد أهم الأخطار اللي بتقابل استقرار القارة وتقدمها، وبالتالي إحنا محتاجين نتعاون أولاً عشان يتم التغلب عليه، وبالتالي لما يحصل استقرار في دولنا الأفريقية بالكامل. إحنا بنتكلم على دول الساحل والصحراء، بنتكلم على الصومال، بنتكلم على أحياناً على كينيا، ومرة كان خلال برضو الأسابيع والشهور الأخيرة في أوغندا. يعني الإرهاب آفة يعني مدمرة لمستقبل الشعوب، وبالتالي احنا محتاجين نتعاون مع كل أشقائنا في إفريقيا من أجل التصدي لهذه الظاهرة، واحنا مستعدين نعمل ده. وعندنا هنا مركز في مصر قادر على أنه هو يقوم بعمليات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب، وبالتالي الإجابة على السؤال أيوة، احنا محتاجين نعمل ده، ومحتاجين نعمله عشان إيه؟ عشان الإرهاب بيستخدم كأداة لتدمير وتخريب مستقبل الدول، وتفضل دولنا في دوامة التخلف والتراجع. حمزة بيتكلم على تناولنا هنا. أنا عايز أقولك على حاجة، التناول للإعلام ما حدش يقدر أبدا يقول للآخرين تقول إيه وما تقولش إيه، وده بقوله وده لازم مش بس نقوله ونقبله ما نقولش يتكلم في دي، هو مش حنقي وحر، لكن احنا كمان لازم نبقى حرين في ان احنا نبني بلدنا لغاية لما ما يلاقوش حاجة يتكلموا عليها غير البونة، يفضلوا ايه؟ لما هم يعني لازم نحترم الـ يعني شغل الآخرين وطريقتهم، وده إنما إحنا نفضل نشتغل لغاية لما خلاص بقى الدنيا الشغل هيتكلم على الشغل بقى. وأيضا أمور أخرى ممكن يكون هم من وجهة نظرهم شايفين إن هي محتاجة قوة دفع، وماله نتحرك فيها ونبان إن إحنا فعلا بنحترم بعضنا البعض وبنحترم آراء الآخرين وكده، وماله لما يبان مننا لما حمزة يتكلم كده أو حمزة حتى ينتقدني، وانا مش بقولك كده كلام تنتقدني، بدام هتتكلم بموضوعيه لازم ارد عليك، وانا ما ردتش عليك يبقى العيب مش عندك، يبقى العيب عند مين؟ عند انا مش عارف ارد، مش كده؟ لا، فهم يعني يقولوا ما شاءوا، مرحب بيهم في مصر، ودي حريه يعني. شكرا فخامة الرئيس، يعني حضرتك اديتنا وقت اكتر من اللي كان مخصص للجلسه، وانا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. للاسف وقت الجلسه انتهى، انا اسفه جدا، بس الزملاء الاخرين اخذوا وقت كتير في الاسئله. حاضر عشان حضرتك بس الوقت انتهى تماما يا فندم. حاضر، اتفضلي اسالي. انا اسمي منال عبد الرؤوف، انا مصريه عايشه في الكويت، ومؤخرا بين مصر والكويت. كان عندي حلم من أكتر من 10 سنين أعمل مؤسسة لتمكين وتأهيل الشباب في مصر، والحمد لله أنا حققت ده من 3 سنين، ومن حسن حظي أن أنا حققته في وقت الدولة نفسها الحلم عندها نفس الحلم. إحنا بعد شغل 3 سنين اكتشفنا أن الشباب في مصر حلمه كله تغير، معرفش إحنا حقيقي ولا لا، بس الشباب ما عادش عنده حلم يسافر برا ولا يهاجر. الشباب بيسعى على أي سكيلز ومهارات تحقق له وظيفة في بلده. هل ده هيبقى عبء على الدولة إن هي تستوعب العدد ده؟ وشكرا لسيادتك، وأنا أسفة إن أنا أصريت. لا أبدا، ده أنا سعيد إنك أنت اتكلمتي.
تفضل استريح. لا طبعا انا عايز اقول لك يا استاذه منال التوجه ده توجه انا في تقديري توجه ايجابي. ليه؟ لان ده معناه ان هم ابتدوا يشعروا ان في فرصه. وانا عايز اقول لك ان في فرصه في مصر، بس الفرصه دي يعني مش بس في مصر، في اي حته في الدنيا ما تتحققش الا بجهد وبعمل وباعداد جيد. يعني مش عايز اقول اعداد شخصي بس، اعداد جيد من الشاب او الشابه اللي هو محتاج ان هو يخش سوق العمل، ومش بس كده ويحصل على فرصه مناسبه. مناسبه هنا اقصد بيها يعني يجد مقابل جيد، مقابل جيد مش ارقام دخل متواضع. فهل احنا في مصر في برامج عاملينها لده؟ ايوه. بس انا عايز اقول لك الكلام اللي قلته في الاول خالص، اذا كنت بتتكلمي على 800,000 او مليون لسوق العمل، ده رقم كبير قوي كل سنه. وعشان تولدي فرص عمل مناسبه لشاب او شابه، المتوسط التكلفه الماليه، والدكتور مصطفى يصلحني في ده، من 100,000 لمليون، يعني من 100,000 جنيه لمليون، ولا يا دكتور مصطفى؟ فانت عشان توفري فرص عمل مناسبه، ده في فرص عمل تكلف اكتر من كده. لو بتتكلم على تكنولوجيات متقدمه تكلف فرصه العمل اكتر من كده. يعني لما تقولي النهارده يعني معناه ان انا عشان اعمل فرص عمل في حدود ال 100,000 يبقى 100 مليار، وفي حدود ال 800 او المليون او خليهم 900 عشان نعرف نحسبهم، يعني بنتكلم في 900 مليار. 900 مليار جنيه ده ايه؟ سنويا. أو احنا بنتحرك في كل اتجاه، عشان بس يعني ايه ما تقوليش انت قلت ده وبعدين رحت. لا مثال، احنا في خلال سنتين يعني السنه دي احنا اضفنا ما يقرب من 300,000 فدان، اضفناهم مش هنضيفهم، بيزرعوا السنه دي قمح 300,000 فدان. ان شاء الله خلال السنتين الجايين الرقم ده هيصل ل 2.5 مليون. ده معناه ايه؟ معناه في فرصه في الاتجاه ده. طب الاتجاه ده ممكن يبقى فيه قيمه مضافه اكتر؟ طبعا، لو انت ما خليتهوش بس منتجات زراعيه عاديه، تصنيع زراعي، تصنيع زراعي للمنتجات اللي بتطلع، عشان يبقى فيها فرص عمل وفي نفس الوقت فيها قيمه مضافه، فرص عمل للناس وقيمه مضافه للناس. احنا كدوله، ده انا بتكلم في برنامج ايه؟ تشغيل. لما قلت ان احنا نفضل نشتغل، كنا بنحقق يا استاذه منال الحد الادنى ان احنا نوفر فرص عمل لكل من عايز يشتغل على الارض المصريه دي عشان ما يضيعش. وبنتكلم في 8-9 مليون على الاقل شغالين في الدوله المصريه، بعيدا عن القطاع الحكومي والقطاع الخاص اللي هو الشركات وكلام من هذا القبيل، اللي هو التشغيل اللي بيتم في كل حته فيك يا مصر. الارقام اللي بياخدها مش كتير، يعني الدخل بتاعه مش كبير، لكن ما يبقاش يعني معوز، يعني ما يبقاش مفيش، لا فيه. طيب في نفس الوقت في برامج احنا شغالين عليها زي ما قلت كده، زي برامج مثلا الاتصالات. البرامج الاتصالات دي احنا بنعمل بنهيئ شبابنا اللي خارج خريج الحاسبات وكليه الهندسه للحاسبات، ومن يمتلك مهاره في هذا الاتجاه انه يشتغل بهذا الموضوع من خلال تدريبات مبادرات بتعملها وزاره الاتصالات بتكلفه ماليه كبيره، والكلام ده بيعلن عنه وبيتم تجميع الشباب والشابات وبيتصنفوا طبقا لقدراتهم الحقيقيه والاختبارات بتقول ايه. وبنعمل ده. وانا بتصور احنا قلنا من امبارح قلنا احنا شغالين في 3 قطاعات خلال المرحله اللي احنا موجودين فيها دي. اتكلمنا على صناعات كثيفه التكنولوجيا، واتكلمنا على الزراعه، واتكلمنا على المواصلات والاتصالات. وقلنا دول فيهم فرصه احنا عايزين نجيب هنبذل جهد خلال السنين اللي جايه فيهم بالاضافه لباقي الاتجاهات. فاحنا رايحين نتحرك لده، بس كمان شبابنا وشاباتنا محتاجين يبذلوا جهد في جوده ما لديهم. الفرصه موجوده. شوفي تفتكري النهارده مش هقول اسماء دول، يعني في دول مثلا بتشتغل في الاتصالات ديت بالملايين،
مش كده يا دكتور مصطفى؟ وده كان نقاش بيننا مع بالملايين. وبتشتغل في البيت يعني، بيشتغل قدام منه جهاز زي كده وبيشتغل وبيعمل ارقام رائعه، بيعمل ممكن يعمله في الشهر 20-30 ألف دولار. بس أنا مستوى، أنا مستوى. فهي القضية ما بقتش دلوقتي بس إن إحنا نبقى متعلمين وخريجين جامعات، ولكن أيضا المهارات بتاعتنا إحنا نجري عليها وما نيأس أبدا. وأنا عايز أقول لحكاية كل شاب وشابة، ما بتبدأش وتنتهي في يوم، دي بتبدأ وتنتهي يعني ربنا يديك العمر في نهاية العمر. تقول المحصلة اللي أنا عملته أو نتيجة اللي أنا عملته ما يتقالش دلوقتي، مش مجرد ان انا اتحرك على باب واجي افتحه ما يتفتحش، ده معناه ان انا خلاص. لا، ما اتفتحش دلوقتي، هيتفتح باب غيره طالما ان انا مصر على موقفي ومش عايز ابقى ساكن ابدا. وانا كنت قلت من كام يوم، ما حدش يعني ما فيش اتفاق بين بين الانسان وربه ان هو يقول له هتحرك هترزقني ولا لا، هو بيتحرك وبعدين الرزق يجي. فاحنا بنتكلم بصفه عامه كده، ايوه في فرصه واحنا بنعزز الفرصه ديت، مجالات العمل اللي بنتكلم عليها اللي انا قلت عليهم ثلاث قطاعات دول هيبقى فيهم فرصه. بقولهم تاني، حاضر، الزراعه انا بتكلم على الاقل 3 مليون فدان خلال من اول ما بدانا لغايه كمان سنتين بكتير. وبالمناسبه ده اقصى معدل عمل وانفاق على الاطلاق. انا هقول لك، المليون فدان يكلفونا في مصر 200 مليار جنيه. يكلفونا كم؟ 200 مليار جنيه. يعني لما اجي اصلح 2 مليون فدان او 2.5 مليون فدان بنتكلم في 500 مليار جنيه. ده ليه؟ عشان يبقى نولد فرص عمل اولا، ثم نقلل فاتوره استيراد، ثم نحقق شكل من اشكال الاكتفاء الذاتي ما امكن لاستهلاكنا من السلع الاساسيه زي القمح وزي السكر وكلام من هذا القبيل. ف ده قطاع، وده أتصور أنه يمتص نسبة كبيرة. يعني عايز أقول لك، إحنا مثلا عاملين ما يقرب من 100 ألف صوبة. 100 ألف صوبة، الصوبة دي عايزة على الأقل لفردين لثلاثة يشتغلوا عليها، بس يكون متدرب كويس ومتقن وعنده مصابرة هيعمل قرش كويس. 100 ألف صوبة يعني لو قلت 2-3 بتكلم 200-300 ألف إنسان أو إنسانة. وفي ناس بتشتغل معانا في هذا الأمور، لكن انا بتكلم كده، اتكلمت في قطاع الزراعه. طب التصنيع الزراعي بقى، كل ما يعني كل ما يشمل تصنيع زراعي هو قيمه مضافه. لو انا النهارده جيت اصدر محصول البرتقال فقط، غير لما اصدر محصول البرتقال وعصير البرتقال ومجفف البرتقال وحاجات اخرى كتير، ده هيفتح مجالات اخرى في الزراعه. انا بتكلم، والكلام ده ينطبق على محاصيل اخرى كثيره، واحنا هنفضل نعمل كده. ده في الزراعه. الموضوع التاني انا قلت عليه اللي هو خاص بالاتصالات، وبقول ده في فرصه كبيره مش في مصر. اللي بيشتغل جوه مصر ويتصل بالعالم كله ويحقق لهم اللي هو المطالب المهاريه اللي هم طالبينها، وياخد قدام منها مقابل مجزي جدا جدا. بس مين اللي هو اولا يكون تعليمه جيد جدا، وكمان مهاراته وتأهيله لنفسه وإعداده لنفسه اتطور بشكل كبير عشان يقدر يحصل على، بقولك في دول فيها ملايين. طب هم بيعملوا يعني في دولة فيها 3 مليون شغالين في الاتجاه ده، بس بيعملوا كام يا دكتور مصطفى؟ انت قلت لي 130 مليار؟ 130 مليار دولار. في احنا قلنا القطاع الثالث اللي هو الصناعات كسبت التكنولوجيا. انا عايز طارق بتاع مونت كارلو يساعدني. صحيح، تعالوا ادونا 30 مصنع يشغلوا الناس اللي عندنا عشان الناس دي تعيش. عندنا ادونا 30 مصنع هندفع ثمنهم يعني لصناعه السيارات والحاجات اخرى عشان نخلي الناس اللي عندنا تعيش زي ما غيرنا بيعيش. انا يعني يا ريت تقولوا الكلام دوت وتطالبوا به في مع اصدقائنا. انا ما اقدرش افرض عليهم ده، ليه؟ لان هم في النهايه اللي بيحكمهم يعني سياسات ونظريات اقتصاديه ومعايير اخرى، مش ما اقدرش انا اقول. لكن بقول
يعني بلام انتم مهتمين بينا قوي كده، ساعدونا بقى بلام انتم مهتمين يعني. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، شكرا جزيلا لك. سعيد بلقائكم، وأرجو أن أنا أكون قدرت يعني في الوقت ده أن أنا أكون يعني نقلت لكم على ما يدور بإحساسنا وبأهدافنا وبرؤيتنا تجاه بلدنا وتجاه المنطقة اللي احنا بنتمنى أن هي تستقر وتنمو وتكبر يعني. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. شكرا.